والدي ان الانتهاكات زادت عن الحد، وكل ما نسكت كل ما تزيد، لدرجه وصل ان الضابط بيقول لمحامي احنا هننسيهم اسماء ولادهم ونسيهم ولادهم، احنا مش هننسى اولادنا. واتمنى كل ام، كل زوجه، كل اخت ما تسيبش اخوها جوه او زوجها او ابنها. لازم نتكلم، احنا السبب في ضياع ولادنا، هما مش قادرين يوصلوا اللي هما فيه، احنا اللي نوصله. بقى لنا دلوقتي من ساعه وفاه والد عمرو ما شفناش عمرو، مش كمان ما شفناهوش ولا عارفين نحط له فلوس، واللبس اللي كان عنده والاكل حتى الملازم عشان المذاكره، انه في ثالثه كليه هندسه بدا يقطعوها، بدا عمليه التجريد بتهزيق وبهدله ليه ولينا، وبيبقوا مصرين ان يهزقوهم قدامنا ويهزقونا قدامهم عشان يكسرونا، بس بامر الله مش هنكسر. فوصل دلوقتي، انا جيت هنا قبل كده برضه عشان موضوع الامتحانات، رغم ان كان وزير الداخليه ايامها قال وبعت للكليات انه يمتحن، انه بادي بقى من جوه، من جوه الورق حتى لو موجود بيتقطع، حتى زي ما قالت اختي من الاخوات ان لو معاه منديل هياخدوه يرموه في الزباله، كذلك الملازم. انا لغايه دلوقتي حاسه بالضياع، مش عارفه ابني هيدخل الامتحان ولا لا، هقدم له ولا لا، اما مفيش ورقه ذاكرها، مفيش ورقه وصلت له، ده غير اني من 10 3 ما شافوش الشمس، مفيش طرايب، مفيش خروج، مقفول عليهم الزنازين الا اذا خرجوا من جلسه في العربيات بتاعه الداخليه. يعني التهزيق كله وكل البهدله ليهم، لغايه دلوقتي ما اعرفش ليه وهم تحت التحقيق، وهم متاكدين ان كل اللي مقبوض عليهم ابرياء. يعني مش كفايه ان تهم ملفقه، مش كفايه اللي عملوه فيهم تعذيب 3 اشهر، مش كفايه اللي عملوه فيه وفينا وحرموه حتى اللي يخرج ياخد عزا والده، كمان ان دلوقتي حتى الخروج من الزنازين ممنوع. ايه السبب؟ معرفش. هل هم بيقهرونا؟ هل بيعلمونا الادب ان احنا بنقول كلمه حق؟ هل بيعلمونا الادب ان احنا قمنا بثوره؟ معرفش.